صباح الخير. انا قبل شوي فقت وهيهم عم برنوا علي. رح نروح على القدس. رح اورجيكم القدس اليوم. اوكي اوكي يلا نروح. اوكي هلا احنا رايحين على القدس وهلا احنا على قلنديا اللي هو حاجز. جرب تحكي لنا ايش عن الحاجز؟ اقبح حاجز بتاريخ البشريه. هي الجدار. دينا انا دايما مع دينا على فكره. حتى لما كنت بكذب بصحبتي كان اسمها دينا. جد؟ اه. هلا احنا وين؟ احكي لي. احنا بالاوستريان هوسبيس. بالاوستريان هوسبيس؟ الناس تجي تموت. ايش هو؟ الناس تجي هنا عشان تموت. الناس تجي هنا عشان تموت؟ اوكي احنا هلا باوستريان تيرتوري لانه احنا بالاوستريان هوسبيس. ابرنتلي الهوسبيس يعني وين الناس بموتوا. كنت فكرت دير جلال ايش هذا؟ الدرج شكله كثير طويل عشان هيك دينا حكت. هون في صور قديمة. صور قديمة لإيش؟ للقدس. نير بغداد. سلام. هاي مصلون. هاي وقت الثمانين. احنا هلا على الروف اللي بتشوفوا كل الناس متصورين عنده يعني. هاي قبة صخرة. هاي الكنيسة. كل شيء عم نستنى دينا. موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك. جبنا قهوة و الطاولة كتير حلوة. قهوة مين؟ قهوتي؟ قهوتك. هاي القهوة الحقيقية بس أنا قهوتي يعني بيسكلي ملك. كبينها؟ على فكرة هاي مش أمريكانو. هاي فلترد كوفي. ما كان في أمريكانو صحيح. اوكي هلا احنا قاعدين بالاوستريان هوسبيس لسه وطلع في كوفي شوب حلو والقعدة حلوة صح؟ كأنه قاعدين بجنينة. في هوا هل أرى هل أرى سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك
في علاه تبلغ السماك تبلغ السماك. حارة الأرمن هنا؟ ذلك حارة الأرمن موطني. ناكل فلافل عند باب الخليل. كتير ذكي. أنا هلأ وصلت البيت من القدس، ما عملت أندينج للفلوغ لأنه كاميرتي طفت، خلصت البطارية من قد ما صورت صور وفيديوهات وأشياء، فمتأسفة أني ما عملت نهاية للفيديو أنا بالقدس، بس جد طفت مش عارف إيش أعمل، لازم أجيب كمان بطاريات احتياط عشان ما تطفي الكاميرا. بس اليوم كان كثير حلو، عن جد كثير تسليت واكتشفت أماكن جديدة بالقدس، لأنه جلال اللي شفتوه بالفيديو هو من القدس اصلا، فبعرف كثير مناطق بالقدس لانه دائما بروح هناك. فحبيت اشوف مناطق جديده زي الروف طلعنا عليه فوق، اللي كان اسمه الاوستريان هوسبيس، كثير 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 حلو جد. اذا بدكم منظر حلو للقدس تتصوروا معه وتشوفوا قبه الصخره، كنيسه القيامه، وايش كمان المسجد، مسجد الاقصى، بتقدر تروحوا هناك عشان عن جد المنظر كثير حلو، والواحد بيدفع زي بس 5 شيكل، ف حلو المنظر. وبنفس الوقت الهوسبيس عندهم كافيه زي ما شفتوا، رحنا شربنا قهوه، هويتهم كانت كثير زكيه والقعده كانت كثير 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 حلوه برا، حسيت حالي هيك قاعده بجنينه دارسيديا او شيء، فكان حلو. هاي المناطق اللي كانت على الروف، وكان في كمان رحنا على جبل الزيتون، كان اول مره بروح عليهم مع اني رحت على القدس اكثر من مره من قبل، فبنصحكم تروحوا عليهم لانه المناظر كثير كثير حلوه. وين كمان رحنا؟ الفلافل اللي اكلناه كان كثير زاكي، فلافل القدس بشهي طبعا. على فكره هاي الاضاءه اسوء اضاءه بالعالم اظن، مش عارف شو اعمل هيك. واو اوكي زبطت الاضاءه. مش عارف شو احكي كمان، احكوا لي اذا بيعجبوكم هدول النوع من الفيديوهات، لانه انا مش كثير بعمل فلوجز. الفلوجز هم يعني زي ايش بسموه، زي المدونه اليوميه بس هاي على شكل فيديوهات، فانا ما راح اعمله بشيء يومي طبعا الا لما يكون في شيء حاسه انه الناس ممكن يحبوا يشوفوه، زي القدس شيء كثير مهم، في كثير ناس ما بيقدروا يوصلوها فحبيت اني اصورها. بس يعني اسوء شيء باليوم كان طبعا الحاجز اللي هو قلنديا زي ما شفتوا، يعني وقفنا بس ساعه ولا شيء مع انه ما كانش في كثير ناس، بس لانه ما عم بيفتحوا البوابات، فهاي مشكله الواحد اكيد لما يروح القدس بده يواجهها اذا هو فلسطيني مع هويه فلسطينيه. بس لما الواحد يوصل هناك عن جد بحس قديش هاي المدينه بتعز علينا كلنا، قديش حلوه، وقديش الواحد بقدر يشوف اشياء ما شافها قبل بفلسطين، لانه القدس بتضلها غير عن باقي المدن الفلسطينيه، مع انه لو تروحوا على كثير شوارع منها بتحسوا حالكم بنابلس او برام الله، بس لما توصلوا عند الاقصى والمناطق اللي حواليه والكنائس والمساجد وهي المقاهي القديمه والمطاعم القديمه اللي لسه اصحابها موجودين ومتمسكين فيها، عن جد كثير حلو الشعور، والجو كثير حلو، بتحسوا الكل بحب بعض وكل الأديان موجودة بالمدينة والكل متسامحين، فهاي بضلها مدينة السلام بالنسبة لي، وإشي كتير قريب على قلبي، عم بكون كتير تشيزي أظن لازم أوقف. المهم هذا هو كان يومي، بكرة رح أرجع على الشغل. زمان ما نزلت فيديو متأسفة، بس زادوا المشتركين بقناتي كتير، فبشكركم كتير اللي عملتوا اشتراك جديد بقناتي، بشكركم كتير، شكرا لكم ضغطتوا على هذا الزر الأحمر الكل دائما بحكي للكل يضغطوا دائما، غلبتوا حالكم جد شكرا. بحبكم كلكم، واذا حابين تشوفوا فيديوهات معينه احكوا لي بالتعليقات تحت عشان اعرف، وطبعا اللي مش مشتركين بقناتي وحابين الفيديوهات اللي بعملها او حابين يشوفوا ايش رح اعمل بعدين اشتركوا عشان تكونوا اول الناس اللي بيشوفوا الفيديوهات بتطلع عندكم على اليوتيوب اذا عندكم اكاونت. فبس هذا هو، ان شاء الله يكون يومكم حلو، بحبكم كثير وبشوفكم المره الجاي.